إزاء ما يدعيه حول دفاعه عن حقوق الإنسان والحريات، كيف ترين هذا التدخل السافر؟ يعني خليني أتكلم مع سيادتك في حاجة مهمة جدا. من يتشدقون بحقوق الإنسان من الغرب تحديدا وعلى رأسهم أمريكا طبعا ودول الغرب عامة، نتكلم عن ازدواجية المعايير. هنا وجدنا ازدواجية المعايير بشكل فج. كيف تتحدثوا عن حقوق الإنسان والإنسان الفلسطيني وحقوق الإنسان الفلسطيني تهدر؟ انتهاكات لحقوق الإنسان السافرة الصارخة. نتحدث عن جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية، عقاب جماعي. نتحدث عن قتلى من الأطفال وشهداء من النساء والأطفال وكبار السن. بنتحدث عن مستشفيات تم قصفها وقصف متعمد ومستمر. نحن نتحدث عن ضحايا بأعداد كثيرة وليست أعداد قليلة في وقت قصير. القضية ليست من 7 أكتوبر فقط، قضية فلسطين اللي مصر واقفة معاها وبتساندها منذ أكثر، يعني نتحدث عن مدة كبيرة جدا مصر بتقف وبتسند القضية الفلسطينية. بالمناسبة النهاردة بيمر العام 75 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بهذه المناسبة دعنا سيادتك نتحدث عن حقوق الإنسان فعلا. أين هذه الحقوق للإنسان الفلسطيني، للطفل الفلسطيني، للمرأة الفلسطينية؟ خلينا نتكلم عن قضية أخرى. نلاقي مصر دايما بتتصدر هذا المشهد. مصر دايما هي الأكثر الدول اللي يمكن في إطار المساعدات، توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال معبر رفح موجودة وبقوة. مصر تتبنى هذه القضية، قضية الفلسطينية هي قضيتها فعلا، رغم كل ما من تحديات يمكن العالم كله بالمنطقة كمان على وجه التحديد. نحن نتحدث عن انتهاكات فعلا، وهذه الجرائم اللي تمت على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر وفي ظل هذه الانتهاكات الخطيرة ليس فقط لحقوق الإنسان لكن القانون الدولي الإنساني. أين هذه القوانين من مجرمي الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، ما تم من قوات الاحتلال الصهيوني على وجه التحديد، والجرائم السافرة والصارخة لحقوق الإنسان؟